بسم الله الرحمن الرحيم، قناة مارو تشانل ترحب بكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. النهاردة معانا قصة مؤثرة جدا، أغرب حالة سرقة في القاهرة. عم مصطفى عنده 48 سنة وبيشتغل سواق تاكسي، متجوز وعنده طفلة مريضة بالقلب. ركب معاه شاب أسمر ورفيع ولابس تيشيرت أبيض وبنطلون أسود. ركب معاه من رمسيس وكان رايح الماظة. عم مصطفى مريض بالسكر وبيتعالج بالأنسولين، وفي لحظة حس إن السكر ارتفع عليه وبدأ يحس بزغللة ودوخة شديدة. للأسف اليوم ده علاجه كان خلص، وكمان ما كانش معاه فلوس يجيب بيها العلاج، فقال في نفسه إن يأجل الجرعة لآخر اليوم لغاية ما يلم تمن العلاج. وفجأة ما حسش بنفسه غير تاني يوم وهو نايم على السرير في مستشفى عام. طبعا عم مصطفى بعد ما فاق سأل على اللي حصل له، قالوا له ان في واحد بنفس مواصفات الشاب اللي ركب معاه جابه ومشى على طول. الراجل بعد ما فاق لا لقى التاكسي ولا موبايله ولا حتى محفظته. حتى الشاب لما طلبوا بياناته في الاستقبال ساب لهم بيانات عم مصطفى ودفع الحساب ومشى، عملية نصب رسمي. بس نصاب قلبه حنين شوية، استحرم يرميه في الشارع وعالجه. فعلا حاجة توجع القلب، الناس كلها بتاكل في بعض. طبعا عم مصطفى طلع من المستشفى زي المجنون وجري على اسم الشرطة عشان يعمل بلاغ بسرقة التاكسي، وساب لهم مواصفات الشاب اللي كان راكب معاه ومكان ما ركب معاه والمكان اللي نزل فيه. وبمراجعة كاميرات المستشفى حددوا صورته وخدوها في المحضر. من الصدمة عم مصطفى ما قدرش يروح البيت، فضل يلف في الشوارع وكان بيبكي من حسرته على نفسه. في لحظة ضاع كل اللي عمله، وبالمناسبة ان قبل الوقعة دي بشهر كان دافع اخر قسط في التاكسي. طبعا كان كمل اقساطه بطلوع الروح وفي لحظة ضاع منه. طبعا قعد يكلم نفسه ويقول يرضيك كده يا رب بعد كل الشقة ده علشان الاقي مصدر دخل اصرف منه على مرض بنتي، وفي الاخر يتسرق مني وابقى على الحديدة. يبقى انا مش مهم، المهم البنت الغلبانة دي اعمل فيها ايه. كان بيكلم ربنا وكان بيعيط عياط شديد في الشارع، لدرجة ان الناس في الشارع مسكوه وقعدوه على كرسي وجابوا له مية عشان يهدى شوية. سواق تاكسي لما شافه في الحالة دي وقفله وقال له بيتك فين، وخده ووصله لغاية البيت. ولما وصلوا البيت نزل من التاكسي زي المجنون كأن الكهرباء مسكت فيه. اللي شافه كان غير متوقع تماما، لقى التاكسي بتاعه راكن تحت بيته. طلع شقته بسرعة، لقى مراته وبنته نايمة على السرير ومتعلق لها جهاز تنفس. والغريب بقى ان مراته كانت عارفة انه تعبان وفي المستشفى، ولما سأل على اللي حصل قالت له البنت تعبت قوي امبارح واتصلت بيك، رد عليا واحد صاحبه قال لي انه جاتلك غيبوبة السكر وخدك على المستشفى. ربنا يكرمه، جاني بالتاكسي بتاعك وخدنا على المستشفى، لولا كانت البنت ماتت. ربنا يعوضه، ما خليناش نصرف قرش واحد. ساعتها عم مصطفى اتكسف من نفسه جدا قدام ربنا، انه لو ما قابلش الشاب ده ما كانش حد هيلحقه ولا هيلحق بنته. بالمناسبة طبعا عم مصطفى راح اتنازل عن المحضر وقعد يدور على الشاب ده عشان يتأسف له ويعتذر له، لكن للأسف دور عليه في كل مكان ومعرفش يوصل له. العبرة من القصة دي ان لازم تثق تماما في الله، ان ربنا عمره ما هيضيع تعبك ابدا. اذا عجبتكم القصة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.